لكم مستمعينا ومشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج مش فلين الخوف من المجهول هيدا هو عنوان المرحلة يلي عم نمرق فيها اليوم ومما لا شك فيه انه الحالة النفسية يلي عم نمر فيها كشعب عم ترخي بثقلة على كل تصرفاتنا وردات فعلنا ان كان بالشغل على الطريق او حتى بحياتنا الخاصة ولكن الأخطر هو تأثير هالحالة النفسية على المجتمع خاصة بعد الحوادث المؤلمة يلي عم نشهدها بالأسابيع الأخيرة فشو تأثير الصدمات المتكررة على المجتمع وكيف فينا كأفراد نتخطى هالصدمات وأي دور عم تلعبوا إمبريس بهيدا الإطار لنطرح كل هالمواضيع رح تكون ضيفتنا بهالحلقة الاختصاصية بعلم النفس العيادة ورئيسة جمعية إمبريس ميا عطوي ورح نتلقى آرائكم وأقتراحاتكن عبر هاشتاغ مش فنين على منصة اكس وفيكن تسمعونا وتشوفونا على موقع الإذاعة الإلكترونية فيديو دوت ام اي وصفحاتنا على السوشيال ميديا وصف لبنان مية ميا اهلا وسهلا فيك اهلا فيك يا رب ميا بالفتره الاخيره في كلمه صارت شائعه يمكن تكنيكلي او طبيا منا منا صحيحه هي حاله هستيريا عم بعيشها الشعب اللبناني كلنا عم نلاحظ حوالينا ان كان نحن وسيئين على الطريق ردات الفعل كيف عم بتكون عنيفه ان كان اذا كنا قاعدين بمكان عام بمطعم ردات الفعل كيف عم بتكون؟ مم. اي اشكال صغير يمكن بينتهي بكلمه صار عم بيكبر كثير شو رايك ب هلا اذا ما بعرف اذا فينا فعلا كلمه هستيريا بال بالمنطلق الطبي بتنطبق على غير اذا بدك مواصفات بس فاللي عم نشوفه هو اذا بدك فينا نوصفه كحاله قلق حالة قلق جماعية الناس كلها عم تمرق فيها ومنعرف أنه بكتير أوقات القلق ممكن يترجم بمشاعر غضب كمان وانفعال وسرعة الانفعال بتصير زيادة والناس الأشخاص اللي عم يمرقوا بهاي الحالة الستريس أو القلق النفسي ما بيقدروا يضبطوا ردات فعلهم بنفس الطريقة لشخص ما عم بعيش يمكن الضغوطات اليومية الحياتية والاجتماعية والاقتصادية اللي نحن عم نعيشها اليوم ف يعني بميل انه وافقك انه نحن عم نشهد نوع من القلق الزايد المتزايد اللي هو صار له عم بيتراكم على مدة كذا سنة منه وليد اليوم وهالسنة او الاشهر الماضية انا ما عم بيزيد مع الوقت نتيجة انه الضغوطات الاجتماعية بعد عم تزيد وما عم بيكون في حلول او افق او منفس للناس ترتاح من هذا الضغط الاجتماعي اللي صرنا اربع سنين فيه. ليه برايك كل ما نسمع صوت قوي يمكن باب طبش يمكن م. صوت رعد يمكن حدا من بعيد عم بيصرخ اي صوت قوي عم نسمعه عم بيصير في عنا شعور بالخوف والرعب ودائما هو السيناريو الاسود يلي عم بيرجع نشوفه من اول وجديد. صح نحن هلا يعني عبوب الشتوية فبنسمع هذا الشيء كثير اللي هو بنسميه شوي تنبه من المحفزات اكثر سو صرنا بننتبه اكثر على اي شيء ممكن يكون تريجر او محفز لشيء سيء شهدناه يعني من وقت الزلزال اللي صار من كم شهر لورا الشتر الرعد الأصوات العالية هيدي يعني فينا نقول أنه نتيجة تعرضنا ل عدة صدمات بالفترة الأخيرة ومؤخرا أكتر شي يعني أكيد آه اخر صدمه كبيره تعرض لها لبنان هو تفجير المرفا من ثلاث سنين نتذكر باول شتوى من بعد انفجار صح. أربعة اف كيف في الشعب اللبناني باكمله من دون صح. استثناء عاش حاله رعب مخيفه صح فنحن ما مارق ثلاث سنين يعني هلا من شهر كان ذكرى الثالثه السنويه الثالثه للتفجير وبنعرف نحن انه الصدمات بهالحجم الصدمه ما بتخلص بسنه وسنتين وثلاثه بتستمر لفتره كتير طويله خاصه انه نحن كمان ببلد دائما نتخوف من الاشياء الامنيه اللي هي عم تزيد على حاله الهستيريا والخوف والقلق الجماعي فما بتحس انه نحن هيدي الشيء اللي صار هو شيء هيك حادثه وحيده منتحك. نتيجه شيء ناتشورال ديزاستر او كارثه طبيعيه ومش انه احتمالها قليل انما في كمان حاله اجتماعية سياسية بيخوفوك دائما من انه هيدا الحوادث ممكن تتكرر ليش بنصير متنبهين اكتر لهالحوافز كمان لطريقة لنحمي حالنا لما نصير عنا alert response عالي اكتر يعني نتنبه اكتر لهالمحفزات هي لنحمي حالنا وناخد اذا بدك protective measures او اساليب حماية في جزء آه. في دائما بكل تروم او رده فعل لصدمه في جزء ايجابي لانه نتعلم كيف نتكيف لحتى نحمي حالنا من الصدمات اللي بتجي لكن اكيد الجانب السلبي لها أكبر. اكبر لانه كمان مثل ما عم تقولي فيها تستمر على فتره سنوات وتاثر على طريقه كيف ما نعيش فيها حياتنا وهلا اذا بدك نرجع نحكي عن موضوع الهستيريا والقلق التروما هي مش بس انه نكون ننقذ من اشياء معينه بس القلق اليوم اللي عم نعيشه كلنا ممكن يكون كمان من علامات وعوارض الصدمه مش بس القلق بيتر... الصدمه بتترجم بانه فلاش باكس او ارجع اتذكر الحادثه او يجيني معلومات عليها او يصير انقذ بسرعه انما ممكن تكون عوارضها عوارض قلق عام وتوتر مستمر وغضب مستمر مثل الحاله اللي وصفتيها انه نحن فيها هلا بدي توقف عند نقطه قبل ما نكفي ونحكي اكثر عن, ال... عن لما يعيش شعب كميه من الصدمات وما يقدر يوصل لكلوجر يعني مثل ما صار بموضوع أربعة بعد لهلا ما قدرنا نعرف شو يلي صار معنا وليس صار معنا اللي صار بهيدا النهار بهيدا الاكزامبل بدي اخده انا تا انطلق انه اذا ما وصلنا لكلوجر هذا بيزيد القلق النفسي بيزيد التروما اكيد ولا هيدا مش مرتبط بي لا مرتبط مرتبط لانه الكلوجر او ت... نقدر نفهم آه شو صار بسبب او ليه صارت هيدي الصدمه المعينه او هيدا الحدث المعين آه بيساعدنا انه نرجع نرجع حتى جسمنا بطريقه آه فيزيولوجيه جسمنا يرجع لحاله الامان او حاله الامان اللي هي بتتجسد بانه اقدر اتنفس بشكل طبيعي ما اكون ما انقذ بسرعه من الاشياء اللي عم بتصير حوالي ما اتوتر بسرعه جسمي ما يعمل رده فعل اذا حدا حد بالسياره وطحش علي ودغري قوم بدي اعمل مشكل هيدي كلها ردات فعل جسمنا كمان بشكل كتير كبير بيعملها ردات فعل للستريس لما يصير في احداث وتروما وصدمات بيواجه فيها الانسان خطر انه يخسر حياته، يخسر ممتلكاته، يخسر الاشخاص اللي حواليه، جسمه بيتذكر كل شيء كمان له علاقه كردات فعل، المكان، الزمان، الريحة. الريحه فاذا ما قدر يفهم براسه كمان بعقله ليه صارت هالاحداث العقل والجسم اثنيناتهم رح يكونوا دائما بحاله تاهب لمخاطر مقبلة مستقبلية ولح يقدر حيكون صعب يرجع يحس بشعور بالأمان ف... بدك على مستوى كمان اكبر انه نفسر القلق الجماعي اللي عم نمر فيه نتيجه حكي. عدم وصولنا لكلوجر او عدم فهمنا للحوادث الصادمه اللي صارت معنا وانا بحكي يعني دائما بنحكي عن الفين إيه عن التفجير اربع اب بس في تروما كثير كبيره كمان ما بنحكي فيها بنفس الطريقه اللي هي الفاينانشال تروما الخساره الماديه اللي كل اللبنانيين قطعوا فيها هيدي كمان صدمة كتير وصارت كبيرة وصارت فجأة وصارت فجأة, فجأة متدهورة سريعة اه 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 ومش لأنه هي التفجير كان ما حدا في قارن صدمة التفجير لكن في أنواع مختلفة من اكي. الصدمات والصدمة الخسارة المالية اللي وقعنا فيها كمان صدمة معينة عندها اه اه تأثيراتها النفسية قبل ما نحكي عن الكولكتيف ترومان اللي رح لها جزء اه من هيدي الحلقة بدي منك تفسرينا طبيا شو هو البي تي اس دي؟ اس دي هو حاله نفسيه بتتضمن عوارض معينه منها العوارض اللي ذكرناها هلا يعني بعد فتره معينه من ما يصير في الشخص يتعرض لصدمه بيمرق بعوارض متكرره منها هالفلاش باكس يعني بترجع بتراودوا صور ذهنيه عن الحادثه بيرجع بتراودوا كوابيس عن هذا الحادثه بيكون في قلق مستمر بيصعب على الشخص يكفي حياته بشكل طبيعي من بعد هذا الحادثه ممكن يكون في قلق زياده خوف زياده تاهب من المخاطر الافويدنس حتى للسيتويشن بتجنب الاماكن المحلات اللي لها علاقه بالصدمه او وين صارت أو غيرها إن وهيدي العوارض بتستمر لفترة زمنية معينة كمان أكثر من ست شهور من بعد الحادثة الصادمة آه، سو مش يعني كلنا بنمرق بهاي العوارض باول كم شهر من بعده وهذه بتكون نورمال رياكشن يعني ردات فعل طبيعيه للأحلى الحوادث الصادمه انما اذا استمرت هذه العوارض ست اشهر وما بعد الحدث الصادم وبلشت تاثر بشكل واضح وشديد على حياه الشخص اما بحياته العمليه او العائليه هون ممكن نصنف هذا الموضوع كاضطراب ما بعد الصدمه او بي هل هيدا هيدي, هيدي العوارض معقول يكون لها بتتفاعل اكثر بالمستقبل في حال لم تعالج ولا بتضلها هي نفسها؟ يعني دل إيه. عندي خوف من زياره هيد بس زياره تنقول محلات بتذكرني بحادثه او يمكن التقى باشخاص بيذكروني بهيدا بي الحادثه ولا لا؟ اذا ما عالجت هيدا الموضوع معقول بالسنوات المقبله يصير في تطور حياة شيء شي ما بيتعالج ممكن يتطور من امراض القلق لامراض الاكتئاب لمرض الوسواس القهري للامراض الجسديه السكري القلب كل شيء كل شيء ما بنعالجه بالوقت المناسب اكيد فيها تزيد عوارضه تتطور مع الوقت وتتراكم عم نشهد الأسابيع الاخيره اخبار فيها كميه عنف ما كنا نشوفها نشوفها قبل ان كان جرائم قتل ان كان تحرش ان كان اغتصاب وغيرها من المفاهيم اللي يعني كانت موجوده الحوادث اللي يعني كانت موجوده بمجتمعنا ولكن كانه عم نلاحظ بقى الفتره الاخيره انه ارتفعت هذه النسبه هل برايك ارتفعت هذه النسبه ولا هلا الاعلام صار او المواقع التواصل الاجتماعي عم بتضوي اكثر عليها هلا انا ما بعرف يعني على انه في احصاءات بتقول انه ارتفعت نسب الجرائم بلبنان يعني عم نتابع هول القصص شوي أكتر حتى من ناحيه ارتفاع معدلات الانتحار بنسال كتير عن هذا الموضوع بلبنان انه بيقولوا زادت نسبه الانتحار بالعكس ما بنقول انه نحن باخر سنتين ثلاثه ما شهدنا ارتفاع بنسب الانتحار انما مثل ما ذكرت بفتكر الاعلام عم بيلعب دور اكثر انه نضوع هذا الموضوع بس مما لا شك فيه انه حيال بلد لما يكون عم يمرق بازمات اجتماعيه اقتصاديه لما يزيد الفقر لما تزيد الحوادث الامنيه او يكون في تشنجات امنيه ممكن تزيد الاضطرابات النفسية وممكن تزيد الجرائم وأي شيء فيه عنف اتجاه الآخر لأنه الشخص بابا عم بيقدر يعني ممكن يكون نتيجة اضطرابات أو لأنه ما عم بيكون في منفس أو لأنه كمان ما في أمن فبالتالي ما بيحس أنه في رقابة كل شيء مباح إذا أنا ارتكبت شيء خطأ ما في مين بيحاسبني ممكن يكون التضويع هذا الموضوع بشكل جيد اول شيء بكثير اوقات حسب اذا كيف عم بتضوع عليه نعمل بقايه هل المفروض الاضاءه على في رأيي العالم بتقول ما لازم الاضاءه على هيك مواضيع لانه كانه عم نشجع يلي عنده تاندانس او ميول انه يقوم بهيك اعمال كانه عم نشجعه البعض الاخر لا بقول لازم الاضاءه لنوعي انه هيدا الشيء غلط حسب كيف بيتناول الموضوع اكيد اذا عم نضوي عليه بطريقه وقايه عم نحكي عن الخدمات الموجوده كمان عم نحكي عن كيف لما يصير في جرم كيف الشخص شو الاجراءات القانونيه اللي عم تتاخذ بحق هالاشخاص مهم كتير يعني اليوم كمان لما نحكي عن مواضيع التحرش او العنف او الاغتصاب مهم كثير انه يتضوى بالاعلام انه شو العقوبات اللي بيتعرض لها الاشخاص هون اهميه الاعلام والتوعيه اكيد وتوعيه على الخدمات الموجوده للاشخاص اللي عم يتعرضوا للعنف هذه كلها مهم لكن اوقات كيف نتداول الاخبار بطريقه عرض الحاله بالتفاصيل، نعمل انترفيو مع الاشخاص اللي كانوا تعرضوا لخطر دغري من بعد ما صارت الحادثه، كيف نسألهم الأسئلة كيف ندوّع على حياتهم الشخصيه، هيدي بدها تتاخد صور وبلا اه فيديوز وبلا كل هيدول التفاصيل. كل هيدول بده يكون يتاخدوا كيس باي كيس لما يكون في كتير كمان تضوية على الاشياء الشخصيه اللي بتمس بحياه الشخص اللي ممكن يكون عندها تاثيرات، يعني اليوم اوقات بنشوف قصص بنعرف انه الاولاد عم بيتاثروا، عم بيشوفوا هذا الشيء، عم بي نحضر فيديوهات لاشخاص ما كمان ما اخذين الكونسنت او الاذن تبعهم انه صورهم تنشر او قصصهم او فيديوهاتهم بهذه الطريقه حدثت انه هلا نحن كشعب لبناني عم نمرق ب تروما ان كان الاقتصاديه ولا ان كان حتى جزء منها اذا فينا نسميها الامنيه اول شيء اي نوع من التروما عم نعيشه اليوم بلبنان وهل بنخلص منها على مر السنوات ولا م. لا بدها تتناقل من جيل لاخر هلا مهم سالتيني عن البي تي اس دي والكولكتيف تروما الكولكتيف تروما يعني هي الصدمه الجماعيه يعني مجرد ما يكون في صدمه معينه عاش عدد كبير من العالم بنفس الوقت بنفس الزمان اتسترا هيدي ممكن تصنف كتروما جماعيه وبتكون ردات الف يعني ردات الفعل المجتمعيه هي اللي بتصنف الكولكتيف تروما يعني كيف المجتمع اليوم عم بيكون رده فعله لهيدي الصدمه مهم كمان نوضح انه يعني من بعد تفجير المرفأ نحن ما زادت عنا بشكل كتير كبير نسب البي تي اس دي، يعني مش دائما لما يكون في صدمه يعني حيكون في اضطراب ما بعد الصدمه، يمكن يكون في اكتئاب، يمكن يكون في قلق، آه القلق العام اللي عم نشوفه هلا، واليوم بلبنان في احصاءات بتدل انه زادت نسب الاكتئاب، زادت نسب الامراض النفسيه بشكل عام وخاصة الاكتئاب والقلق من بعد كل الأحداث اللي مرقنا فيها هلا الكولكتيف ال تروما بينتج عنا لما يكون في صدمة جماعية بينتج عنا ذاكرة جماعية الذاكرة الجماعية يعني هو لما كل الأشخاص اليوم بعدنا إذا بدي كل ما نقعد بلقاء اجتماعي أو يعني سوشيال ايفنت بعدنا او بنلتقى بالاصحاب بالعيلة بعده حديث نحكي عن التحقيقات نحكي عن التفجير نحكي عن الاشياء اللي مرقنا فيها نفس الخبريه شو صار معنا زيتها. بهيدا النهار ايه. وهيدي هي بالذات اه رياكشن او رده فعل الكولكتيف تروما او الذاكره الجماعيه اللي هدفها انه نجرب نخلق معنا من اللي صار معنا، كل مرة بنرجع بنردد من الخبرية هو طريقة لحالنا لنفهم شو صار، خاصة لأنه ما صار في كلوجر ولأنه ما صار في ما ما تجلد التحقيقات بعد لتعطينا فهم ليه صارت هذه الحادثة معنا، فالذاكرة الجامعية بتلعب دور إنه الصدمة تضلها موجودة وتتنقل من جيل لجيل، هذا الشيء مهم للحماية بمحل معين ليساعدنا نتكيف يعني بحاجه نحن انه نتناقل هالقصص لحتى نضلنا مذكرين لنضلنا ندافع عن حقوقنا بالحصول كمان على الحقيقه بهذا الموضوع لانه حكينا كثير نحن بهالموضوع انه ناحيه الحصول على الحقيقه مهم لل آه، العلاج النفسي كمان لعلاجنا النفسي للاشخاص اللي تعرضوا بشكل آه، مباشر وغير مباشر انه نقدر نكفي حياتنا بامان آه، والذاكره الجماعيه بت، آه، بتساعدنا انه دائما نكون كمان بريبيرد لشو معقول يصير فهيدا كمان سيف... الايجابي اللي آه، حكينا عنه سيف ذو حدين انه مهم انه نكون بريبيرد و... بس كمان عم بيعيشنا بسرفايفل مود هذا أكثر شيء بعد الزلزال يلي صار بسوريا، آه هيدا أكثر شيء حسيناه ما كنا يمكن كثير نفكر بموضوع الزلازل، صح. ولكن كل العالم ببيوتها صارت محضرة شنطة فيها الأوراق فيها الكذا فيها نوعا دلوقتي. ما، دلوقتي. فهل بتساعدنا إنه نبلش نفكر، يعني مثلا هلا بعرف إنه مؤخرا كان في حملة على التلفزيون عم بتصير للوقاية من الحرائق نحن بنعرف كمان انه من فتره كم سنه وكمان قبل اندلاع الثوره قبل, قبل بشهرين كان في يعني اندلاع الحرائق وهذا الشيء فنوعا ما كل ما تصير هالاشياء بتساعدنا انه نحضر بشكل افضل اكيد يعني اذا في دراسه مضبوطه للموضوع بس كمان بتساعدنا انه ما ننسى هالاشياء ونقدر نخلق معنا منه لانه لما تصير هاي الحوادث اللي بتحطنا كتير قريبين من الموت كتير بيخسر الشخص القدره تكون تو مينينج شو معنى الحياه ليش انا موجود فبحاجه لهي الذاكره الجماعيه لنقدر نرجع نخلق معنى لاستمرار لا الحياه ولكن لما ننقل الذاكره الجماعيه برايك ما بننقل كمان الخوف أكيد. البارت النيجاتيف من هذا الموضوع تحدثنا انه في شيء صح. ايجابي مم. ولكن ما عم ننقل كمان خوف بلا اكيد عم ينتقل الخوف من محل لمحل وهذا الخوف ما فينا نخلص منه بسهوله الا اذا صار يعني مثل ما قلنا نوع من الشعور على القليله بالامان مش مثل ما ذكرت كل الوقت عايشين بالمجهول وهذا الشيء بنشوفه يعني بعدنا اهلنا كثير مأثرين ب يعني حوادث الحرب <applause> الاهليه وبنشوف انه معظم اهالينا او الجيل يعني كمان اليوم بين ال 50 وال 70 60 هو جيل بيعطى الهم كثير قلق دائما دائما في انه نظريه انه في شيء شي صاير شي يعني حتى تستيقا على اللي انت عم تقولي دائما بنسمع من اهالينا منطقه اكس ما تروحوا عليها لانه هيدي مش امنه ما مع انه هي عمليا صارت امنه بس لانه وقت الحرب كان فيها احداث معينه بعد هيدي الفكره راسخه بعقول مزبوط فهذا جوابا على سؤالك انه فعلا الاشياء الصدمات الجماعيه بتضلها آه تنورد من جيل لجيل آه والخوف بضل موجود ل... وبيأثر على حياتنا بنعرف انه اليوم يمكن كثير اهلنا منهم عايشين بحالة صحية كاملة يعني هذا القلق الخوف دائما الموجود اليوم عند ال الشريحة من اللبنانيين الأكبر بالسن اللي هن كمان ما بيلجأوا كتير لخدمات العلاج النفسي واليوم دائما كتير ما كان ما كان في توعية كافية وصار في تطبيع كتير لهالحالات لأنه هي صارت حالات طبيعية إنه نعيش بهذا النوع من القلق اليوم لحتى نقنع أهلنا إنه هن يمكن يكونوا عم يمرقوا بقلق أو اكتئاب صعب كتير أه وهون يعني كمان لكل المستمعين اللي كمان بهالفئه العمريه كثير نحن بنشجعهم انه ينتبهوا على حالهم يلاحظوا أه قد يمكن هاي العوارض بلشت تاثر على علاقاتهم على حياتهم أه لانه حرام كمان انه جزء منه بينطوي بيوصل لعمر بينطوي صح بفكر انه هاي الحاله طبيعيه انما هن فيهم يكونوا عم بيعيشوا افضل اذا استشاروا طبيب نفسي او معالج نفسي كثير بنتحدث عن آه انفجار 4 اب بال 2020، آه بعد هيدا الانفجار شفنا حملة تضامن وتكاتف بين الشعب اللبناني من شمال لجنوب، مشهدناها حتى بزمن بزمن الحرب أو الحروبات الأخرى يمكن أو الأحداث الأخرى يلي مرينا فيها. آه ولكن هيدا التضامن بين الشعب اللبناني إذا بنطلع هلا بنلاقي وين كنا وليش هلا كأنه صار كل واحد عايش بس باله بهمه لا تضامن حتى يمكن بطل فيه هالتطوع بالجمعيات مثل ما كنا عم نشوفه بعد أربع قابلة برأيي في عدة أسباب لهذا الموضوع بس إجمالا الكوارث الاجتماعية الجماعية بتوحد الناس يعني لما يكون في كارثة كبيرة بوقتها ولما يكون الكوارث كمان بتتضمن موضوع الموت لما تقربنا كتير من الموت الناس بتتضامن كتير بشكل كتير كبير لأنه بتاخد قدرتها على الاستمرار من المجموعة من انتماء لمجموعة وانتمائها لمجموعة لجمعية عم تتطوع لمجموعة من المتطوعين لحتى نقدر بطريقه نتخطى كمان نفق بانفسنا الصدمه اللي تعرضنا لها. هلا اليوم في يعني بعد ما بعدنا عم نعيش تاثير هيدي الكوارث والصدمات بس ما في اليوم شيء مثل اكيد اللي عشناه بالايام والاسامي من بعد التفجير او حتى بكورونا كمان يعني كورونا كتير بي الناس ضامنت بأول فترة شفنا الناس عم بتوصل أكل على البيوت عم بتوصل أكسجين ماشينز يعني بهال عقد ما كان بيسمح لنا الحجر صح بعدين كمان اليوم بس في أكتر سورفايفل مود كل واحد رجعنا على كيف بدنا نكسب قوتنا اليومي اللي هو عادة الأحوال الفقيرة، التدهور الاقتصادي الاجتماعي، بيرجع الناس إنه يفكر كمان هو كيف لحاله بده يعيش قبل ما يقدر يساعد الآخر. وهيدي حالة يعني كمان للأسف بكثير من الأوقات هي متعمدة. لما ما يكون في يعني اصلاحات معينه لما يكون الشعب ناطر انه يفهم ليش كمان خسر مصرياته وين راحوا هل رح يرجع ياخذهم ولا لا ويكون في دائما خوف من المجهول الواحد بده يركز على نفسه اكثر وهذا بيمنع الشخص انه يركز على مطالبه كمان ففي اشياء لازم نفهم نحن كمواطنين انه كمان هي متعمده لحتى تحطنا بهذا الموقف انه نحن نكون كل الوقت إذا بدك أنانيين لأنه مركزين على حالنا ما بنقدر نركز على المجتمع وعلى تحسينه وعلى التطوع وعلى المطالبه بالأمور فبيمنعنا من هذا الأسبكت الإحساس بالذنب بده يتوقف عند نوعين من الأشخاص بعرف أنه عند أي خروج من أي تروما دايما في عند بعض الاشخاص وخاصة الناجين بكون في نوع من احساس بالذنب عند البعض بهالفترة في عنا نوعين اللي هنا أكثر شي بيرزين العالم اللي تروما الاقتصادية والازمة الاقتصادية اللي عم نمر فيها ما اثرت عليهم قد ما اثرت على غيرهم بعضهم قادرين الى حد ما يعيشوا بنوع من الرفاهيه مم. هل مسموح يحسوا بالذنب وهل لازم يحسوا بالذنب؟ هل لازم يحسوا مع غيرهم؟ والشقة الثاني هن الاشخاص يلي سبب اخذوا قرار يهربوا من هيدي التروما ويغادروا لبنان يلي دائما بيطلعوا بلبنان كانه عم بيطلعوا ب باحساس بالذنب انه انا تركت تركت اهلي م. تركت كل شيء تروح عيش مرتاح بغير بلد ولكن اهلي واصحابي بعضهم عايشين بنفس الازمه م. لكن ما بحصد اي من الشخصين الموجودين بهيدي السيتويشنز لانه اللي فل فل يمكن غصبا عنه بنعرف هذا الشيء صرنا حاكيين فيه كثير وحياته برا فيها تعب وفيها مجهود والغربه كثير صعبه فاكيد كمان بيجي معها شعور بالذنب آه والاشخاص اللي آه لاي سبب من الاسباب يمكن ما تاثروا آه كمان آه صعبه انه يكونوا موجودين آه وعايشين وكل يوم بنطلع بنشوف انه مظاهر الفقر عم تتزايد بمحلات ما كانت موجوده فيها قبل كمان. ف آه المهم انه يعني اكيد كشخص بيشتغل كبسيكولوج وكحدا بيشتغل بهالدومين انه ما نفقد شعورنا بالتعاطف مع الاخر ودائما نعرف انه يعني نقدر نكفي نعيش حياتنا بس كمان نعرف انه عايشين باوضاع او ظروف صعبه على جزء كتير كبير من من اللبنانيين من معرض اكثر للاضطرابات النفسيه النساء ام الرجال؟ مثل بعضهم معرضين ال... وهيدي النقطة كتير مهمة إنه نذكرها آه النساء بس أكتر آه بتعبر أكتر فبنفكر إنه النساء عرضة أكتر للاضطرابات النفسية لأنه يمكن تلجأ للعلاج أكتر بتحكي أكتر عن صعوباتها النفسية إنما الرجل ما بيحكي بنفس الطريقة والانفتاح وهون كمان يعني آه كثير من التوعي اللي عملناها باخر كم سنه هو كمان لتشجيع الرجل خاصه لانه مرق بالتروما الماديه اللي بتاثر على الرجل اكثر من الامراه خاصه بمجتمعنا بمجتمعنا صح هالضغوطات اللي عم نمر فيها هل كلنا صرنا بحاجه لعلاج نفسي برايك؟ آه كلنا بحاجه اذا حسينا حالنا مش منيح وما عم نقدر نتكل على الموارد الاجتماعية اللي حوالينا على الأصدقاء على العيلة على مكان العمل على موارد داخلية جواتنا لحتى نقدر نتأقلم مع الاسترس أكيد بنكون ومنشجع أنه شخص يقدر يتواصل مع علاج مع معالج نفسي كمان ضمن قدراته اليوم نعرف أنه في موارد مختلفة في شخص يوصل على مراكز الرعايه الصحيه الاوليه اللي فيها خدمات صحه نفسيه مجانيه في تقريبا 50 مركز رعايه صحيه اوليه بلبنان من اصل 250 عنده خدمات مجانيه في جمعيات عم تقدم هذه الخدمات بشكل مجاني وفي اكيد العيادات الخاصه اكيد كل حدا ضمن امكانياته الماديه حديد ما نوصل لمرحله انه يصير العلاج النفسي مغطى من شركات التامين لحتى يكون هو كمان حق اساسي بالصحه مثل كل الخدمات التانية واذا في اشخاص عم يسمعونا بحبوا يعرفوا كيف يحصلوا على هالخدمات فين يتواصلوا مع الخط الساخن على 1564 رح نحكي شوي كمان انتو بامبريس شو عم تعملوا بس في نقطه حابه وضحها دايما بيصير فيها لغط ويمكن نحنا ايضا ايام بنغلط فيها شو الفرق بين الاختصاصي المعالج والطبيب النفسي الطبيب النفسي هو شخص درس طب <applause> آه وتمرس بمهنة الطب وبعدين تخصص بالطب النفسي آه والفكرة الأساسية أكيد أن الطبيب النفسي بيحق له أنه يوصف الدواء آه لكن المعالج النفسي بيعمل العلاج الكلامي ما آه بيوصف أي أدوية بيكون شخص متخصص بعلم النفس العيادة معه على القليلة ماجستير بعلم النفس العيادة وبيشتغل مع الشخص بتقنيات إذا بدك سلوكية فكرية عاطفية لحتى يقدر يتحسن الشخص بتصرفات معينة أو بالشكوى اللي هو جاي كرمالها بجمعية امبرايز صار لكم كذا سنة من وقت ما بلشتوا عم بتركزوا كثير على موضوع الصحة النفسية وهيدا شغلكم الأساسي. في كذا موضوع بدنا نحكي عنه ولكن بدنا نبلش بالخط الساخن. مم. الخط الساخن أي أنواع من المشاكل عم تتلقوها؟ من المواطنين؟ هل في نزعة للانتحار؟ هل بس على بالهم يحكوا؟ خبرينا شوي، شو النتيجة اللي عم تقدروا تحصلوا منها من خلال الخط الساخن؟ الخط الساخن هو 1564 خط الحياة هو الخط الوطني اليوم بلبنان للدعم النفسي والوقايه من الانتحار اللي بتشغله جمعيه امبريس بالتعاون مع البرنامج الوطني للصحه النفسيه بوزاره الصحه فهو خط موجود اليوم 24 على 24 لاي شخص عم يمرق باي ضائقه نفسيه او افكار انتحار هلا اذا بدك نطلع على الاحصاءات شوي تقريبا 60 ل 70% من المتصلين هن اشخاص بدهم دعم نفسي او عم يمرقوا بصعوبات نفسيه و 30 ل 40% من المتصلين هن اشخاص عندهم افكار آه انه ينهوا حياتهم او آه افكار بالانتحار اللي شهدناه باخر سنه هو تزايد عدد الاشخاص اللي عم بتفكر بالانتحار اللي تواصلت معنا. مش اللي انتحر مش يلي فكر اللي, اللي فكر بالانتحار برجع بذكر انه الاشخاص اللي توفوا للانتحار ما في اليوم احصاءات وطنيه بتعطينا فكره أسباب. أه معينه اوكي اليوم الاحصاءات الوحيده اللي فينا نحصل عليها اللي هي من احصاءات قوى الامن اللي ما بتفرجي انه في زياده، لكن اليوم ما عندنا اليه رصد اليوم وطنيه لنحصد نرصد بشكل دقيق نسبه الانتحار. لاسباب دينيه ومجتمعيه صح. ما بيحبوا يذكروا. صح وما إنه في هي آليه بعدها فيها تجمع كل المصادر تبع هذا الشيء ان كان المستشفيات، الطوارئ، وين يعني الاماكن اللي ممكن يصير فيها الانتحار. بس الخط الساخن هو اليوم كمان اذا بدك عدسه منشوف فيها كل شرائح المجتمع اللي بتواصلوا معنا من المراهقين لكبار السن اللي عم بيعيشوا شتى المشاكل اليوم عم بيعيشها مجتمعنا اللبناني من الاشياء اللي ذكرناها زيادة أو الحديث أكثر عن صعوبات بالمنزل نتيجة العنف بيجينا كتير حالات أطفال عم بيتعرضوا للعنف بشكل شهري يعني وهذا بشكل ملحوظ عم نسمع فيه اكثر على الخط الساخن انما بيجينا اشخاص كمان جدا مريضين عندهم امراض نفسيه شديده متروكين لوحدهم ما في حدا عم ينتبه عليهم الامراض تبعيتهم عم تتطلب مستشفى لفترة طويلة لأنه كمان آه الأزمة الاقتصادية فككت قدرة العائلة كمان أنه تعتني بحالها بهالفترة عكس ما كنا نشوف قبل كمان العائلة كتير كانت موجودة لتسند بعضها اليوم آه ما عم تقدر حتى ماديا انه تسند حالها للاسف عم بيعتبروا انه الصحه النفسيه مش مش, اولويه, أولوية. صح. العيادات النقاله آه اي خدمات عم بتقدموا فيها؟ صح امريس من ثلاثة شهور تقريبا اطلقت اول عياده نقاله للصحه النفسيه بفتكر انه هي ما في غيرها اليوم عم يعطي خدمات من قبل طبيب نفسي بهذه العياده فكره العياده نشات كمان لانه كنا عم نسمع على الخط الساخن انه في كتير اشخاص بحاجه لخدمات الصحه النفسيه انما هالخدمات الخدمات بعدها موجودة بعيدة عن أماكن السكن وما عم يقدروا يوصلوا لها فاليوم هاي العيادة عم تتنقل بمناطق نوعاً ما بعيدة يعني بالشمال، بالجنوب، بالبقاع ما في مراكز أساسية للصحة النفسية هناك وعم يكون في تعاون مع الجمعيات المحلية، مع البلديات لحتى ننشر التوعية أنه هاي العيادة موجودة وعم نشهد انه في هيك تدفق اكثر وحاجه كبيره وملحه بالمناطق لخدمات الصحه النفسيه يعني تقريبا كل زياره نحن بنشوف بحدود التسع اشخاص تقريبا اكثر من نصهم عم بيكونوا بحاجه ل الادويه النفسيه اللي عم تتامن بالعياده وعم بيتم تشبيك هول الاشخاص كمان مع مراكز رعايه صحيه اوليه ليقدروا يكفوا بالعلاج وما يتوقف العلاج نحن على مقربة من اليوم العالمي للصحة النفسية آه، إمريس على شو بدها تركز بهيدا المرحلة انتو كل فترة بتاخدوا عنوان لحملة معينة عم بتقوموا فيها ان كان الانتحار ولا ان كان حقك تحكي ولا ان كان كذا كذا حملة على شو برايكم هلا في حاجه للتركيز اليوم في حاجه للتركيز على الاستمراريه بشكل كثير كبير صراحه عم لانه بسبب الازمات اللي قطعنا فيها كان في تركيز بشكل كثير كبير على موضوع الصحه النفسيه باخر ثلاث سنين انما هذا الموضوع كمان بيروح وبيجي بناحيه القاء الضوء عليه آه بس المشكله انه المشاكل النفسيه بعدها موجوده بعدها مستمره آه اليوم في تركيز كتير انه نقدر نخلي الخدمات اللي عم نقدمها بشكل مجاني اليوم آه لاكثر من آه 500 مستفيد بشكل مباشر كخدمات نفسيه واكثر من ألف متصل آه بالشهر آه على الخط الساخن انه تضلها موجوده لانه وتركيز انه هذا حق لكل شخص ودائما دائما تركيز بالتوعيه لحتى ما يكون في ناس بعدها ببيوتها عم بتعاني من مشاكل صحه نفسيه، اما يا ما بتعرف انه هيدي صحه نفسيه او بعدها ما ما عم تلجا للخدمات بسبب الماده او بسبب الوصمه او او الخجل من هذا الموضوع، فهيدي المهمه دائما مستمره. ميا عطفي بنهايه هيدي الحلقه بدي منك رساله للشباب وصبايا يلي هلا مستقبلهم بالمجهول في حالة ركود مخيفة للأسف عادة الركود بمجتمع آخر يمكن يعاد أنه الحمد لله ما في شيء عايشين برواق. بس نحن وكأنه هيدا حالة الركود ناطرين مصيبة تجي دايما يعني ننطر أي م. نهار بده يصير في عنا مشكلة جديدة خاصة أنه في خطر على الشباب والصبايا أنه يلجأوا لإن كان كحول. اكيد عم نحكي بنسبه عاليه يمكن للمخدرات ولا إن كان لقصص هم بيعتبروا انه رح تريحهم ولكن هي عمليه عم تكون مضره اكثر من الحاله اللي نحن فيها هلا في ضغوطات كثير على ال... على الفئة الشبابية اليوم خاصة يعني ما ما رح نتطرق لكمان الظروف المؤخرة كمان اللي كمان صار فيها خوف أكثر لأنه نعرف أنه الشباب اليوم كمان في عندهم مساحة معينة مهمة بالنسبة لهم من ناحية التعبير عن حرياتهم كمان واليوم شفنا أنه الشباب عم يتعرضوا لكتير من القمع. قمع وضغوطات فكل شوي بنقول أنه يمكن المرحلة اللي جاية بتكون أحسن وعنوان البرنامج مش فالين فما بدنا نكون سوداويين وعم تثبت من رسالة أنه عنا يمكن مرحلة بعد صعبة <applause> مش أحسن بدنا نجرب إنه ما نفل بس كمان نعرف إنه شبابنا لازم يلجأوا لأي طموحين وعم يقدروا يحصلوا على فرص وين ما كان هن رسالتي لهم انه يفتشوا على الشيء اللي بيخليهم يشعروا بالامان لانه هذا الشيء رح يكون جيد لصحتهم النفسيه رح يخليهم يتقدموا ورح يخليهم بالوقت المناسب يقدروا يرجعوا يعطوا للبنان لما يقدروا. مي عطوه شكرا لوجودك معنا بهيدا الحلقه. ثانك مستمعينا ومشاهدينا شكرا لمتابعتكم وما تنسوا تبعتوا اقتراحاتكم عبر منصة اكس على هاشتاغ مش فيلين وفيكم تتابعوا اعادة لكل برامجنا عبر موقعنا الالكتروني فيديو ان دوت اي وصفحاتنا على السوشيال ميديا فيس اوف لبنان 100.5 تحية منا يا رمضة على امل لقاء الاسبوع المقبل بحلقة جديدة ومواضيع جديدة ودائما عبر هوا صوت لبنان صوت الحرية والكرامة